موجود عند امي. ها يلا هذه شروق، هذه شروق، هذه شروق، هذيك شريفة، هذيك شريفة. يعني اكون موجوده معاكم بس ما قدرت، كان عندي امتحان على اساس انه تشوفون نيو لوك، كان صار نيو لوك اليوم، تاخرت عليكم شويه عشان احمسكم. طب الحين لازم تقولين ثانكس سبيشال، ثانكس حق سبيشال، ثانكس حق اسرار، اسرار هي اللي سوت لي شعري، وانا لا هو صراحه انا اللي سويت شعري، انا اللي اقترحت عليها اللون، قلت لها سوي شعرك اسود، بس انا عندتني وحطت ازرق. انا سويت شويه لمساتي يعني اللاست تاتشز الازرق شويه حطيتها. المهم انه ايمن وحلو عليك. لا مو ميشن ستايل؟ لا ما رحنا بروحنا نلعب. طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا ضيوفنا من صوت السهاره، عبد الله المتروك ومحمد شريم. ومحمد شريم حياكم الله، شلونكم؟ والله تمام، فن عادي. لا شوف نظام، واحد يستحي واحد يشد على ريوله، قاعد لهم فن عادي. يا معد شباب عادي، يعني خلكم عادي. شلون تشوفوا سهاره وترين بو وشي وسوالف هني؟ والله انا ما عرفتكم يعني انتوا دشداشه، لما شفت حفله صوت السهاره يوم الجمعه اول مره كلش ما عرفتكم الحين لما دشيتوا يعني، بس ما شاء الله عليكم يعني، يعطيكم العافيه. مبدعين. وانت طبعا ما شاء الله عليك، انت خلصت التصويت المره الاولى وجبت اعلى نسبه تصويت، وطبعا عبد الله المتروك اكيد يوم الجمعه ان شاء الله عندنا راح تطلع انت على يعني انت حتى انت انتوا الاثنين مخلصينكم للتصويت. لا فطوم كذي، انا طالب بصراحه طقك يعني، يبتي لنا اثنين خلصهم التصويت ما شاء الله. انا بعرف شنو اخر النظام اللي صاير، شلون يعني خلصوهم من تصويت؟ انا بشوف عندنا اثنين بمجموعته الاولى وتصدر المجموعه وطلع الاول، يعني فصوتوا له، فعد الحين راح يروح حق المرحله الثانيه. حلو، مبروك. المتروك هم نفس الشيء، طلع الثاني مع الشمري. يلا مبروك عليكم اثنينكم، شدوا حيلكم ان شاء الله. انا برحب فيكم واقول لكم نورتونا اكيد، وطلعتكم وايد حلوه صراحه بصوت سهاره وكذي، يعني وايد مسوين جو نفس شيء جلسات وناس وكذي، الواحد يندمج لما يطالعكم، فنبيكم شويه تكونون ويانا فريش نفس ما انتم قاعدين تغنون لنا، راح تغنون لنا اكيد، احنا نبي نسمع صوتكم. انا المستغربه منه ان هم يغنون ويكون في جمهور وكاميرات وهني وايد خجولين. قاعد يغني بصوت السعاره وعندها الشباب الطيبه الكفافه ذي الحلوين، وايد خجولين وايد. شلون ما ترقصون؟ ما يصير يرقصون. لا مو رقص عادي. لا هو طبيعي انه ما يرقص. انا ما غنيت نقاز يعني، هو غنى نقاز، هو غنى ورقص، هو غنى ورقص، رقص يطق رقبه ويضحك. زين سلم، انا على طابع اغاني النقازيه وهذا الشريم، انت يالك كلام ان اغانيك دائما تكون حزينه رتم واحد، يعني اغاني النقازيه وهذا ما تكون مثلا يعني تضبطها، خلينا نقول زين يعني وايد هالكلام ان اغاني دائما حزينه رتم واحد ما تنوع. يعني يالك الكلام سمعته اكثر من واحد. اي هو النص فهد حداد قال لي يعني غير بين حفله وحفله، انا حبيت يعني اغير المود، عرفت يعني؟ اول شيء بلشت دنيا الولا، فقاعد افكر انا الحين حاط لي يعني سيارتين بين احلى الليالي وفدوه الثلج، في اشوف شنو اللي احلى الليالي والثانيه شنو؟ وفدوه الثلج. فدوه الثلج ونشوف ان شاء الله شنو اللي راكبه ومع البروفات. تذكر اول ما قدمت بالبرنامج شنو كان شعورك وانت جاي هني تلفزيون الشاهد عشان تقدم برنامج صوت سهره؟ هل كنت ان انت واثق ان انت راح يعني يختارونك من ضمن ال 20 مشترك، او ان كانت في عندك رهبه او خوف؟ والله كان في خوف، في توتر شوي، توتر لابد منه. طبعا اول مرحله هي كانت الكاستنج فيها توتر، بس اكثر شيء مرحله كانت عندي الثانيه، هي لما انت خلاص اي لان هذا القرار الاول والاخير، بس ان هذه اخر اغنيه غنيتها. زين انا هالسؤال دائما اساله حق اي شخص يعني يكون عنده موهبه، حقكم انتم الاثنين، متى اكتشفتوا هالموهبه انه يعني صوتكم حلو، تقدرون انتم تغنون، تقدرون انتم تمشون مع الريذم؟ متى يعني؟ باي عمر؟ منو شجعكم؟ منو اكتشف هالموهبه ولا انتم اكتشفتوها؟ لقيت تشجيع من اهلي ورابعي. حلو. قدمت الكاستنج والحمد لله وصلت لهالمرحله. هذا بالنسبه لك حمد؟ بالنسبه لي. اي.
اوكي يعني متى بديت ان انت تغني وتحس ان صوتك حلو؟ يعني مثلا كنت بالمدرسه بعد ما تخرجت بين الشباب شيء لما تقعدون بالديوانيه يعني بالروضه مثلا ما كان عندك ميول ان انت تغني؟ كان في ميول موسيقيه. يعني انت الحلو بالموضوع ان انت اخوك العودري فيه. انا استغربت ان هذا اخوك ونوجه له احلى تحيه. زين وانت بعد وجه له تحيه وجه حق اخوك. وجه تحيه حق اخوي عبد المحسن شراي. وعطى شيء حبتي. زين طبعا يوم شفتهم قاعدين بالقاعه وهذا قاعد احس شايفك يقول لي والله هذا من هذا؟ تقول اخوي هذا. قلت له هذا اخوك؟ يقول لي قلت له لا. قلت له عائلتكم ما في احد موسيقي؟ يقول لي هذا موسيقي، هذا اللي يغني عندنا. طبعا ما شاء الله عليه، هو صوته جميل. وانا اذكر يوم شفتك بالديوانيه، تذكر يوم قلت لك انت ليش طمرت مره واحده واخترت اغنيه صعبه؟ اختار دنيا الولا. يعني دنيا الولا اذا ما هذا مودي انا. اي شوف شنو قلت لك، يعني تذكر شنو قلت لك؟ قلت لك اذا انت ما غنيت واديتها صح راح تضيع نفسك. الاغنيه اداء في يعني يختلف عن اغنيه كانت نقازيه، وفي اغنيه يختلف اذا مودها مثلا يعني سلو. انا ما سمعتك وانت تغني اغنيه دنيا الولا، شفت البرايم الثاني يعني قالت لمحين انه يغني. واضح فلا راح يغني اكيد، راح يغني وايد سهله، بس ابي اشوف التغيير الحين اللي راح ينعرض عشان مشاهدينا بعد اللي طافتهم الحلقه ويعني طافهم اللي انت سويته. بواقي بس ما خليت يجاوب، بس نرجع من التقرير بيجاوبون. ما شاء الله عليك بيجاوبون على ناطره. ما حطيهم الحين. ما شاء الله عليك صورنا سريع جدا. قدمت في برنامج صوت السهارة لأن عندي ميول موسيقية وأبي أسقلها الموهبة وأحب أغني. لقيت تشجيع من أهلي وربعي وقدمت على الكاستنج والحمد لله وصلت لها المرحلة، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنكم. لا سبب تزعل وتجرح بالكلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح. لا معك ينفع عتاب ولا ملام، وانا سافر عن عذابك وين اروح. حمد شرين رومانسي وايد، رومانسية ممكن قاعد تخرب عليه. حافظ مجموعة أغاني وما يبي غيرهم. طبعا حسه حلو، صوته حلو، يغني بالجواب الطبقة العالية، بس مشكلته الحفظ، مو حافظ شوية، مو مجتهد شوية، كسلاني مو مجتهد. وإذا بيتم كذي ما تنبأ لك فوزا. أنا دنيا من الولا محتاجك أبيك، أنا مو تعبان، أنا مو تعبان، أنا دنيا من التعب راحتها إيديك. لكم
مشاهدينا من عقب هذا التغيير الجميل صراحه يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني كل ما نشتكي طلع من رومانسيتك واحنا ما ندري. فاكيد اكيد بعد شوي راح تسمع اغنيه رومانسيه ان شاء الله. اكيد فتجاوب على سؤال اللي سالك يا محمد جلال. محمد بس اليوم عليك امر تعيد السؤال. اعيد السؤال عشان لحظه شو السؤال اللي سالته؟ سوي لي عاده. زين تذكر يوم قلت لك ان انت لازم قبل لا تغني تكون انت مرتاح وهذه الاغنيه قويه، كنا قاعدين بالديوانيه وهذا، وقلت لك اساسا لا تحاكي احد نهائيا لان انت عندك بعدها بساعتين راح تطلع المسرح تغني، شنو كان احساسك انت هني خلاص انت اول ظهور لك على صوت ساره لايف وغنيت؟ شنو هل انت خذيت كلامي شي بعين الاعتبار ولا قلت يا عوض؟ لا اكيد خذيت. ليش يعني؟ صدق حطيت ان ببالي ان صدق الاغنيه صعبه، يعني الاغنيه السلو غير عن الاغنيه النقازيه، عرفت؟ الاغنيه سلو يعني يبي لها تركيز، فيها عرب، انت ما تدري بعرب تنشز، ما تدري ايش يصير فيك، عرفت؟ توتر اكيد يعني اكيد توتر توتر لازم يكون عالي بداخل الاغنيه هذه، اكيد فيها احساس. قاعد اقول لك العرب لازم تركز عليها، عرفت؟ لان انت مثلا بتعرب يعني تكون على قولتك المساء العسل، العسل ما كلش ما له عسل. اي انا والله صراحه نوجه تحيه حق اليحيوح طبعا اكيد وولدنا ومشترك ويانا هذا، يعني لقيت اليحيوح جاي وجايب معاه مرتبان عسل وداش لهم يلا قاعد يوزع. بس اول لايف اي كان اقول له لا تعال اشتريب لا تاخذ منه شيء، هذا ترى اذا كليت قفشه عسل ولا هذا وتغني اساسا هو لا يبي يحطها مع ماي ولا مع شاي ولا مع اي شيء، يعني مو خالط العسل مع شاي حار، يبي طقه كذي يعني انه يلا يعني راح شنو يصير؟ يلا خلاص اسكر عند شو اسمه اسكر حتى تعرفين ما راح تقدرين. ما فهمت مرسى يعني الحين خذيت العسل خياري بالنسبة، عرفتي؟ هو العسل انا سمعت انه يخلي الصوت حلو صح؟ اوكي بس انت ما تاخذينه قبل الحفله ساعه اذا كان الريج ناشف. كان الريج ناشف العسل شلون؟ ما تاخذينه انت ما تاخذينه كذي قفشه ان انت والله حق شفاء ولا ما قلت هذا انت قاعد ناخذ احنا عشان نعدل البلاعي صح ولا لا؟ نسلكهم على قولتهم الاحبال الصوتيه. اي نسلك الاحبال الصوتيه. هو ايش قاعد يسوي؟ هو قاعد يسكر الاحبال الصوتيه لانه قبل الحفله ساعه ما تسوي اللوشن. هو شنو الاستخدام الصح انك انت شو تستخدمه؟ تقعدين على الريج ماي حار وقفشتين وتحركينه وتشربينه اوكي زين انا عسل يعني عسل ممكن يخلي صوتي هذه خذيتها الصراحه سالفة العسل خلطة مع ماي وقشتين ماي عمور المرزوق سمعتها قال لي حط العسل وشذي أستانة يعني ما اقتنعت فيها. اي لا بس جربها هذه مرة سويتها راح جربها يعني مثلا دائما انت الحين دائما الفنانين والمطربين شنو يحبون المتروك؟ يقول لك مثلا يشربون ينسون زنجبيل شيء اللي يريح يابا يابا هذا ينسون يابا عمر مرزوق يعني هذا الصح احسن شيء زنجبيل. شوف زنجبيل اللي ينسون هذا ويفتح وبنفس الوقت ينظف لك المسائل يعني تطلع انت تغني بعدين احنا يعني الحمد لله احنا هنا عندنا برنامجنا صوت ساره ما هو نفس البرامج الهواة الثانيه اللي يستخدمون الشيء الحلو فيه حمود انه يريح المطرب المشترك يعني مثلا على حسب صوته يعني ينزل شوي اللحن ما يجبرون على اغنيه معينه صح؟ لا مو قصدي مو سالفه انه ما يجبرون لا في استخدام حق برامج ثانيه مثلا يعني مثلا الصبي يكون مرتبك وفي خوف وهذا يعطونهم ابر الانسولين الشغله الابره اللي تنزل انسولين لا مو انسولين ابره هي ابره ياخذونها بنسلين اتوقع بنسلين زين عشان تفتح مسام الصوت وهذا ويدش لنا يعني ما يعني هذه يمكن اكثر برامج يستخدمونها اللي هو ستار اكاديمي ما شنو هذيل يعني اللي حتى وايد كانوا الشباب يقولون لا بالعكس هي كانت تساعدهم ويطلع يغني قبلها بيوم اي يفتح لا قبل الحفل بساعه يغزونك الابره ان انت عشان تطلع يعني هذا وبس شنو يفيد شنو يفيد صح؟ شوف انا اقول لك ان تخليك ان انت تفتح لك يعني تفتح عندك كل شيء الشعوب الهوائيه وصوتك وهذا وتدش تغني وتكون اي وتكون انت صدق يعني فيك قوه مو طبيعيه بس بعد ما تخلص الحفل انت وين تدور الفراش تبي تنام تحس نفسك مالك خلق تقوم حتى لو تلاحظون كل برايمات ما تستار اكاديمي لما ينامون ما يقعدون الا العصر يعني عشان يشوفونهم عندنا متروك احد يساله اي انا برد حق سؤالي هو كان بيجاوب بس لانه طلعنا التقرير وردينا من التقرير اللي لما قلت انه يعني متى اكتشفوا هالموهبه حمد جاوبني بس عبد الله انت ما جاوبتني انا عندي ميول موسيقيه من كنت بالروضه كنت اعزف بيانو اكيد مالت المقلمه هذه اللي فيها بيانو ما كان عندك بيانو مو بس بيانو يكون فيها شو اسمها هذه نسيت اسمها